ايام صاحب دكاني بيع الزيت. انا يا سيد الحاكم. ومن هو ابو مرتاح صاحب دكاني بيع العطور؟ انا يا سيد الحاكم. لماذا سرقت نقود ابو مرتاح؟ لم اسرقها يا سيدي، هذه نقودي، قد بعت زيتا في هذا النهار ووضعت هذه النقود في هذا الصندوق. لكن جارة ابو مرتاح العطار يقول ان النقود تعود له. هو يقول هذا، لكني لا اعلم من اين له ان يدري عددها يا سيد الحاكم. هل كنت تعرف يا ابو دياب انه باع زيتا بهذا المبلغ؟ لانه نقوده يعرف بالضبط كم قبضها وهو موجود في عده العملاء يا ابو دياب. ابو دياب؟ لا ادري يا سيد الحاكم، لا ادري. لا تدري؟ طبعا لا تتناقش على اي شيء هنا، فانا ساقوم باصدار. نعم يا سيد. من اين لي ان ادري او اعرف من اين اتت هذه النقود ومن اين اجابها؟ لم اعرف يا سيد. من اين له ان يعرف يا ابو دياب؟ من اين له ان يعرف؟ فعلا من اين له هذا المال يا سيدي؟ هذه النقود يا سيدي، لقد قبضتها ثمن بيع عطور وادوات تشبيه الصبايا يا سيدي، صدقني يا سيدي. اقسم يا سيدي انها نقودي. ايها النصف يا كذب. لا تتناقشا، لا تتجادلا، ساصدر الحكم. محكمة؟ لا تستعجل بإصدار الحكم يا سيد الحاكم، لا تستعجل، سيد الحاكم، سيد الحاكم، سيد الحاكم. دعوا ادخل أيها العسكري، دعوا ادخل. تقاتل من هنا، من هنا. لا تستعجل بإصدار الحكم يا سيدي، بعد سماع حضرتكم يا سيدي، نريد أن نعرف لمن تعود هذه النقود، يجب أن نضعها في الماء الساخن. نحضر وعاء فيه ماء ساخن ونضع النقود داخل الوعاء. لو كانت هذه النقود لأبي دياب يجب أن تطفو على وجه الماء بقع زيت يا سيدي. وهل بالضرورة أن تطفو بقع زيت على وجه الماء أيها الذكي؟ نعم يا سيدي نعم، لأنه يبيع زيتا ويديه ملطخة بالزيت، فانتقل الزيت من يديه إلى النقود يا سيدي الحبيب. وإذا لم تطفو بقع زيت على وجه ماء ستعود هذه النقود لأبي مرتاح العطار. يا عسكري أمر مولاي، احضر وعاء إلى ساخن بسرعة. في الحال. صدقت أيها الفتى، انظر إلى وجه الماء، هناك بقع زيت كثيرة كثيرة، إنها تطفو على وجه الماء. ما هذا يا أبا مرتاح؟ ارحمني يا سيدي، ارحمني، أطلب منك المغفرة والرحمة يا سيدي، ارحمني يا سيدي، ارحمني يا سيدي. يا مختل، يا مخادع، كيف تجرؤ على الكذب والخداع؟ يا سيدي ارحمني، لي سبعة أولاد، أريد أن أعيرهم، ارحمني الرحمة يا سيدي الرحمة. إنك مختال وسارق وغشاش أيضا.